عام أول عيشت آباءنا وأمهاتنا، ومن أشياء بسيطة بعضها من الحاجة تم اختراعها وبعضها كانت الصدفة لها دور في اختراعها. خلونا نتعمق بهالصناعات والقصص اللي تدور حولها، ونسأل كيف قدرت تقاوم الزمن وتحافظ على وجودها ليومنا هذا، كيف قدرت تعبر عن تاريخنا وثقافة بلادنا. في برنامجكم اللي بنتطرق لحرف وأماكن أثرية من ناحية اللي يمكن ما في حد يتطرق لها من قبل، بنتوجه الرحلة نستكشف فيها القصص وراء هاي الحرف اللي تشكل جزء مهم من بلادنا، وكيف قدرت تقاوم التطور وتحافظ على وجودها لين يومنا هذا، لأنها ماضي وحاضر وبتتم للمستقبل بإذن الله. واليوم اخترنا نبدأ بحرفة السدو اللي مؤخراً أدرجت في منظمة اليونسكو، ومن بعد هذا الإنجاز العظيم صار الإقبال على هاي الحرفة بشكل كبير ومثمر سواء من داخل الدولة أو من خارجها. إذن شو هي حرفة السدو بالضبط؟ وشو استخداماتها؟ وشو كانت التقنيات اللي يستخدمونها أثناء تطبيقها؟ بنتعرف عنها وبنتعمق أكثر فيها، وبتخبرنا عنها أمي بخيتة. إيش حالك أمي؟ الحمد لله، يا مرحبا ومسهلا. كلمينا عن بداياتك في هاي الحرفة. بداياتي يوم الوالدة الله يرحمها تعلمنا بنتي لما تنش يصير عمرها 8 سنين يدربونها، مش يخلونها، لا يدربونها شوي شوي، تجيبي الماي وتجيبي هذا وتجيبي الخيوط ونفشي الغزل، يعني بيدها بيد أمها، يعني من يوم هي تكون صغيرة. من يوم تكون 8 سنين من عمر 8 سنين تعرف، ومن عمر 7 سنين لازم تصلي خلاص. ايه خلاص، يعني من بدايه ما تتعلم على الصلاه خلاص الحرفه هذه تبدا معها تشتغل عليها. هل كانت الادوات هاي كبيره عليها؟ لا، نسوي لهم صغار البنات، نسوي لهم اشياء صغار علشان يتعلمون، ولما شوي شوي كل ما يكبر العمر عندها نزيدها. شو هي اجزاء حرفه السدو؟ اجزاء حرفه السدو هي لازم تكون لها نيره، هذه الهنيرة. اي هذه النيرة. اولا ما كان في حدايد. بس خشبة اللي هي حقت العمد البيت. الخشبة والمسامير اللي يضرب وتدوم بالبيت. المسامير الكبار كأربعة، هناك 2 وهنا 2. يعني بالطول هذا ولا لا كانت تاخذ يعني مساحة؟ لا اطول اطول اول. اطول بيت الشعر طويل للحريم الكبار. يعني مال متر؟ لا أكثر، ما شاء الله أكثر من عندي إلى عندي الرجل هذاك القاعد. إنزين. والسحب حق بيت الشعر، يوم تشوفين بيت الشعر وش طوله؟ الفليج يسمونه الفلجان. وشو هي هذه كانت النيرة يسمونها. وهذيك يسمونها هذه الحواف، وهي يسمونها المدة حقت الحدايا. شو هالأشياء اللي كنتوا اللي كانت تطلع من حرفة السدو؟ الأشياء اللي تطلع من حرفة السدو اللي هو غزل الغنم وغزل البوش. أولا العرب مدتهم قليلة والحلال عندهم قليل وكل شيء قليل. صحيح. لما الناقة انتخاب رمشطة الكبار أو ينسلون عشان ينزل الشعر. ومن هنا ينزل الشعر يطلعونه ويغسلونه. شوي الماي ينشون، عقب ما ينفش ينفشونه ويغزلون، يحطوا لها شماله، يحطوا لها عتاق، يحطوا لها الاخطام. هذا حقة الجمل. هذه لكم كانت تاخذ؟ كم كانت المده؟ لا هذيك ما يطول، لان الغزل يبغى له يوم ينشف، وثاني يوم يغزلونه، ثالث يوم يمدونه. انهم يتعاونون مش وحده. هني تطلعون منه الخيط اللي تشتغلون على حرفه السدو. الخيط اول ما بيغزل.
وثم عقبه يبرم عشان يصير جليل. إذا صار الخيط مش مبروم ينقص عليك، ما استفدت شيء. لازم الخيط يصير شده كالنذا وما ينقص. كانت تصير يوم يصيرون ينقص تعيدونها من أول وجديد. والقرن اللي هم يستعملون قرن هنا مخصوص حق الغزال، قرن الغزال لما يصيدونها يقصون قرنه وتقرن به الأم الجديد. عندي موجود هنا قريب. فكنتوا تشتغلون يعني كنتم تشتغلون عرض هذا العرض نفس الخروج. شفت الخروج كيف أنا اشتغلتهم أول ما داومت؟ أنا اشتغلت الخروج الكبرى يعني مترين مترين. كنتوا تسوون منه بيت الشعر. إيه يسوى منه بيت الشعر، يسوى منه الحجاب. بيت الشعر المقصود منه اللي هو الخيام أيام قبل اللي كانت. ما في خيام أولا، اللي هو غزل الغنم يقصونه ويغسلونه وينسيونه ويبرمونه ويمدونه في الجان. يعني بيت الشعر حق الرجال الضيافة اللي عند الكبير السن يكون في الجانة ثمانية. تعرفين ثمانية؟ يكون عرضه نفس عرضه ثمانية نفس هذا عشان البيت يصير عريض. واللي يعني على قد حالته في الجان اللي هي ستة بس، والحو هذه أبيض والأسود الحجاب. هل كان في ألوان معينة لهذه الخيوط؟ لا، بيت الشعر يكون أسود، يكون فيه رواق. هي الرواق أولا اللون الأسود اللي كان يطلع طبيعي، اللون الأسود ما هو طبيعي. أولا الرواق ما كان فيه صبغ، يحطونه زينة شغلة جره بالأبيض وبالأسود يخلطونه علشان يحطون الرواق. انت عارفة كيف الرواق؟ الطرق اللي بين الرجال وبين الحريم يحطون حظيرة بين الرجال وبين الحريم. الحرمة تطبخ سوي شيء ما حد يشوفونها الرجال. الرجال الرجال يشوف ضوه وزين قهوته بنفسه ويكرم ضيوفه، بس يذبح الخرو يذبح الصايدة اللي يصيد يا غزال يا عرنب يا شيء ويفر على الحرمة. كانت حياة البدوان على هذا الخرج الصغير القانص يحطه على كتفه يصيد الأرنب. صحيح. يصيد الحبارة أولا ما في خربان ما في شيء يعني قليلة، بس الحوار حق البوش يذبحون إلى جضيف ثمين، إلى جضيف ثمين يذبحون الحوار. صحيح. هذا اللي كانوا يوم يقولوا لي شيخ قبيلة يزور شيخ قبيلة، فكانوا يأخذون الحوار ويذبحونه. يذبحونه ونطبخه. إحنا نطبخه. أنا سمعت إنه كان إن الحريم أيام قبل يوم يأخذنا الخيوط يروحنا يلونها من نباتات. كان إنه يروح للصحراء يعني في نباتات معينة يلونون منها. لا هذا ما تلون، بس يعني مش تلون من شكل الصبغ هذا الحين. أولا تلوينها يعني كذا مثل الوردي مثل خفيف. بين حبكة السدو ونسيج الصوف عملت أنامل النساء ببراعة فائقة لتخلق أشكالاً سحرية، إلا أن بصماتهن الذهبية لا تزال تزين بيوت الشعر وتضيف بريقاً ورونقاً. تتغنى الحرفيات بتراثهن وتحافظن عليه بكل اهتمام، ويظهر ذلك جلياً في حديثهن عن أهمية السدو والتلي في التراث الإماراتي. يعكس هذا الفن الجهود المبذولة في الحفاظ على التراث ليظل إرثاً للأجيال. أما عن السدو فهو الأساس، وإن كنت تنوي الحديث عن تراثنا فعليك بالسدو. هذا ما كان يقال عنه قديماً، فهو من أهم الفنون في تراثنا. أهم ما يزخر به الماضي هي حرفنا اليدوية، وبالحديث عنها قصدنا اليوم أن نتحدث عن حرفة السدو وحرفة التلي التي نعيش من خلالهما رحلة في زمن الأجداد، حيث كانت المرأة تتقن فن التلي بأصابعها الناعمة وتنساب الألوان الطبيعية على الأقمشة كأنها لوحة فنية تحكي قصة الأجداد ومساهمتهم في الحفاظ على التراث. ومع كل خيط من السدو يتجسد عبق الماضي وتعود الذكريات لتروي قصصا تعبر عن تفانيهم في الحفاظ على فنونهم التقليدية. يعني كانت الألوان هي اللي هذا العبل. العبل بعد يطبغونه قصدك اللي هو يغسلونه يدبغونه في العبل
لما يقصون يجيهم الخروف يقصون الخروف الجلدة يشلون منه الشعر الجلد يشلون الحريم يخلونه يومين يدخلون كبهم فيه ملح ويخلونه بعد يومين يجون يمسكون الشعر الشعر يغلوي لهم يشلون الشعر ويغسلونه ويغزلونه والجلد يخلونه داخل يحطون فيه العبل هي هي. تعرفين العبل اللي هي في الصحراء هذا العبل هي. يدبغ ليش السقع شفت السقع وقربة الماء هذا اللي هو يدبغ ليش ويحطون ذهب ما في شيء أول الحين تطورت الدنيا صار في رمان يحطونه قرفة وصار في كذا سمعت عن الكركم يحطون في الكركم عشان يطلع لونه الأصفر أنا قد سويته هي لأنه كانت من لأنه في بعضهم كانوا أما الصبغات الأولى هذا الحميض اللي في البر صبغته قليلة بس الأمهات الذكيات الكبار أمهاتنا الكبار يغيرون على هذا الأبيض يمكسونه بالأسود وينسجونه نفس الشجرة شفت الشجرة سوداء وبيضاء شفتي لونها هذه الأشكال اللي كانت موجودة يحطونها هذه الأشكال اللي موجودة يحطونها الرواق الرواق بين الرجال والنساء زينة يحطون فيه خدمتين كم كان يستغرق أنا سمعت إن كانوا يقولون إن المتر الواحد ياخذ مال 6 شهور لا متر واحد ياخذ 6 شهور لا كانوا كم ياخذون فيه أنا كل يوم من أنسج هنا أنسج يعني أخذ في نص اليوم نص متر اليومين متر أقلش متر كامل متر كامل يومين متر في متر متر في متر هي ياخذ لك يومين يومين المراهل اللي مركزة أما المراهل اللي في حريم الله يستر علينا وعليهم شغلاتهم الله يعطيك حريم الله يعطيك العافيه من يشونه من الصبح وترى يقوم تقوون يخلصون يقعدون عليه وكان يعني لان قبل ما كان في لا انترنت لا في تليفونات يجيبون الماء من البير زين هل كانت القدور في ديتش كانت الشغله هذه تشتغلها عده حريم ولا لا كانت حرمه وحده اللي لا تشتغل لا عده حريم كل حرمه شغلتها في بيتها الحرمة ما اللي ما تعرف تروح لأختها أو جارتها أو الكبيرة أنا بغيش تعلميني على الشغلة هذه وتحط يدها بيدها الحرمة نشوها ضعيفة كلنا نصك عليها ونساعدها لين ننفض بيتها يعني ونساعدها لين تسوي حجابها يعني تقريبا يد واحدة بيت الشعر كم كان تاخذ المدة فيه بيت الشعر ياخذ شهرين للمدة طويلة تأخذ شهرين المرأة اللي تقوم عليها الصباح يومياً والسقف هن هي اللي فوق هذه مادة بيت الشعر نساعدينهم نقوم نساعد الضعيفة كل واحدة منها تأخذ من عندها الحرمة غزل ونغزلها ونساعدها بالغزيل ونساعدها بالبريم شو الضعيفة اللي ما عندها أخت ولا عندها حد يساعدها تقومين يعني أنا وانتي وشيخة وعيش نخلي شغالنا نروح صوب هذه نساعدها حط يد من نخلص شغلها ونجهزه هي باكر لما يجي عند الشغل هي بتجيش حن كذا نفس الخوات ما شاء الله يد بيد حتى ولو انت ما تعرفينها من بعيد تغدين مثل الاخت حتى لو يد وحده بعدها لا هي مش يعني مهما حاولتم تعلمون صعب تتعلم لانه انا لاحظت انه مش اي حد يقدر يسويها هاي التقنيه لا تركيز لها طريقه هذا ساده هذا الاشخاص اللي حابين يتعلمون حرفة السدو شو هي الصفات اللي فيهم هل يعني لهم هواية يبون يعرفونه أو يكونون تكون صابرة على السدو طولة بال يا عندهم طولة بال يا صبورة لازم اللي يبغى السدو يا يطول باله يا يصبر أما بالسرعة ما تسوى Thank you.
أشكال ديزاينات معينة؟ هذه شوي الأشكال الجرة اللي هي موجودة هني ممكن نقدر. لا هنا غير، عطيني هذا الخرج الصغير. هذا هذه شويها، هذا اللي يسمونه الجرة. شفت الجرة كيف؟ أي واحد الشيرة؟ هذه الجرة، شفتي أنا مشكلته. شفتي كيف تشكيلي؟ وهذا الورجان. أوكي. هذا الورجان، هذه مادات عادية. هذه المادات العادية. لا هذه هذه السدوية. هذه من داخل. هذا الخيوط. هذا الخيوط يكون من تحت لما تسجين السدو. أيوة. وهذا الزين لتسجينه. وعقب ما تخلصينه تخيطينه. تعرفين الرواق اللي طريتيه قبل شوي؟ الرواق هل هذا الشكل يكون من الصوب اللي هو من صوب النساء الحريم، والزين من صوب الرجال يعني لأنه يجونه ضيوف. أيوة. من برا من صوب الرجال، لأن الحريم يعرفون شغلتهم. صح. الرجال ما يعرفون كذا. عريض يكون ثلاثة من الأراضي يعني مترين عرضه. إنزين. بطوله حرفة السدو أنا 6 أمتار. حرفة السدو أنا لاحظت عليك أنت تقولي لحريم يشتغلون فيها، البنات يشتغلون فيها، معناتها هل الرجال ما يعرفون لها أبدا؟ للرجال لهم شغلة ثانية. شو هي؟ الرجال يسوون حق دلو البير، يصنعون الدلو. الرجال يشوف ياخذ جلدة من عقب ما تخلص المرأة، الجلدة الغنم من دبغات لمدة شهر يدبغونها في العبل ويطلعونها قديه مرة ما شاء الله ناضجة، يخسون خلام الشمس. الرجال يقصها ويحطها دلو. شفت الدلو؟ ويربع بثلاثة مثلث، تشوفينه ثلاثة كذا، ويربط الخشبة ويحذبها في البير ويرجع. هذه أنا مسوية الدلو. هذا هو. إنزين أبيك بس تخبرينا عن كلمة توجهيها حق الناس اللي حابين. نحن مثل ما ذكرنا بداية الحلقة أن حرفة السدو اعتمدت من منظمة اليونسكو اللي هي عالميا، أن هذه الحرفة راح تحفظ في المنظمة هذه للسنوات الجاية. ففي إقبال، في ناس الحين جايين يتعلمونها. يبون. نعم. فكلمة توجهيها للناس اللي حابين. أوجههم اللي تبغي مساعدة وساعدة، أنا حاضرة حبيبي، أنا مرة موجودة. يعني أنا شفتي صورتي قبيلة مع البنات. نعم. أعلمهم البنات الصغير، شفتي كان السدو عندي صغير، وكل أقوم وخلي واحدة ورا واحدة واحدة ورا واحدة عشان تعرف كيف تشتغل السدو. البناتنا الصغار، شمنا نقول شو بنت 8 سنوات تسوي نفس هذا السدة حق عتاق البوش. صحيح. حق عتاق البوش. إيش مالها صغيرة ما تعرف أما ضيقتها ولا وسعتها. بعد طريت ذكرت شغلة اللي هي الهودج. تعرفين الهودج هل كانت بعد فيه شغل من شغل السدو؟ اللي هو المربع أظني، هو نفس البيت الشعر ولكن صغير يكون فوق المربع. هي المربع لازم. هذه كم تستقرق؟ هذه تطول. تطول لها شغله نقوى. شفت الشماله هذه؟ هذه ناخذ خشبه خشبتين نسويها كذا. هذه تكون مش نفس طريقه ال لا مش السدو. هذه وانت جالسه وانت قاعده كذا تدخلينه تطوين الخيط كذا. وهذه تمدينه وتحسبينه. شفتي هذه؟ هذه ثنتين. صح. وهذه تحسبين 4، وهذه يعني كذا تحسبين. مهم تمد مدلها خشبة. هي خشبتين من مدلها خشبة ونسويها. ما شاء الله كيف أن هذه لها طريقة طلعت. وهذه كلها تندرج تحت حرفة السدو. كل شيء له طريقة. هذه بروحها يعني خشب كذا طويلة وخشبة بالعرض، واحدة تحت واحدة فوق. ونحطها كذا أما من ذل السدو كذا خيطين مع خيط وتحسبينها. حد يحط 18، حد يحط 20، حد يحط. إنزين هاي الخيوط هل في فترة بس يعني بالسنة تنقطع؟ يعني مثلا أنه صعب تتحصل ولا لا هي ما دام أن الهوش موجود هي موجودة؟ أنها موجودة. يعني الهوش كل ما تدور سنتها يكثر شعرها. هي لأنه في بعض السنوات أظني أنه شعرها ما يكثر. لا فيه أن عندش النعيمية. هل كنتوا تصدرون شيء من برا يوم تتريونهم يبونهم؟ ما ولا ما في حد. أولا بنتي أكتب عليش أقول يجيبونها ونين يجيبونها. ما الله يعطيك. الله يعطيك العافية يا رب. عليش لا. الله يقويك. أعطيش الصراحة ولا ما شيء. يعني تقريبا ما شاء الله نحن وايد شفنا من الأشياء اللي سويتها. من التالي الحين بعدنا نسبق أنا. هنا وهذه اللي هي هذه حقه الصقر، ادويه الصقر. هذه المخلاه وهذه السبوق. لا هذه المنقله.
ايه؟ يسمونها المنقله اللي يحطونها على يديهم اللي يوقف عليها السوق حقت يدي الطير. اي نعم. وهذه الخريطه حقت الصقر اللي يحطون فيها اغراضه ودنيا وتحط على كتشو يقنص يحط فيها لحمه الصقر عشان يعشيه يدرجه. هذه وما شاء الله لها ديزاينات معينه. أيوة. مثلا اذا الريايل من السدو نسدينا من السدو اذا الريايل كلهم طلعوا وكل واحد يعني خربط بشنطه الثاني. لا كل واحد حد ياخذ اي كل واحد ياخذ حقته. حد يحط خيام تشوفينا خيمه بيضة من ذا الخرايط. حد تشوفينا احيانا مع الرجال تشوفينا. صحيح. انا اول كان اسوي البرقع على الصقر ما عاد سويته بالجلد ما عاد حصلت الجلد ما عاد تفرغت ما شاء الله. حاليا لاحظنا ان الدوله ما شاء الله تهتم. لا ما شاء الله تراثنا هويتنا وما شاء الله محافظه واللي ما له ماضي ما له حاضر. اي نعم هذا تراثنا من يخلي تراثنا. انا حتى عيال بناتي اعلمهم الشغلات هذه وهي ما شاء الله يتعلمون علشان الحين عشان ما يزعجونش ولا شيء. تجين الشاطر يسوي هذا هذه بروحها وهذه بروحها ترى هذه بروحها هذه بروحها. صحيح. انا اطميها يخيطونها قصه لهم واعطيهم الابر اللي بدون راس عشان ما الابره اللي راس تطعسهم واقول الشاطر اللي بيخلص يعطيني اياهم كم انت من سرعه يجين جده خلاص. الله يعطيك العافيه. هم كذا علشان تلهينهم يغدي البزر لهوايه. ما شاء الله اليوم شرحتي لنا عن اجزاء السدو وكيف طريقه العمل وعطيتينا امثله. ايوه الحبيب بعد الشنط ما شاء الله تبارك الله وما بنخلص ان شاء الله. أي. اليوم انا بعد التصوير راح ارد اكمل وياك. كلمه توجهيها حق المشاهدين واللي يتابعونا. حياكم الله ويا مرحبا ومسهلا للي معنا المشاهدين واللي يتابعونا في تراثنا واللي ما له ماضي ما له حاضر. وتراثنا هويتنا. الله يرحم الشيخ زايد وحن إن شاء الله مع شيوخنا ومع كلامهم ولازم تراثنا ما بنخليه. هذه عاداتنا وتقاليدنا ما بنخليها. نسوي بيوت الشعر ونسوي واللي يبغى حن ندربه ياتي في نادي تراث الإمارات مرحبا بهم وسهلا وحن ندربه. في عندنا حرفة التلي وفي عندنا حرفة الخوص من غير حرفة السدا. حياهم الله ويا مرحبا ويا مسهلا بكم. حرفة السدو إحدى الحرف التقليدية الأصيلة في التراث الإماراتي وتعكس ثقافة المجتمع. حرفة غرست سمعتها في تاريخ دولتنا ولا تزال صامدة حتى الآن. السلام عليكم يا عائشة. السلام عليكم. طيبة وسهلا. الحمد لله. طمنين عليك. الحمد لله الصحة والسلامة. اليوم بنتكلم وياك عن حرفة التلي إن شاء الله. حرفة التلي من تراثنا اللي ما لنا غنى عنه إن شاء الله. إن شاء الله. فبغيت اليوم أعرف شو هي الصناعات اللي تطلع من التلي وشو هي أجزاء التلي. فتفضلوا ويانا وخبرين عنها. حرفة التلي 6 تشيران أو الخشب الحين يابو بلاستيك لو الخشب التشيران والخيوط قطن وشي بريسم أكثريه يستعملون القطن حق الكندورة والأبيض ما شي ألوان الحين سووا ألوان نخدم التلي وخوصة لو الفضة الحين ما شي فضة. والحين شو هي أجزاها؟ أجزاها من الخيوط القطن. هاي خيوط القطن. هي ومن الخوصة. هي يوم نطويهن على الجيران. هي حطيناهن على الكجوجة وخدمناهن سوينا الأول بالذراع
ذراع ذراعين يحسبون القياسات القياسات الحين سووا بالمتر وهذا الأول لا يذرعونه سوين 20 ذراع حق كندورة القطع الكندورة اللي كنتوا تستخدمون هل كان في قطع معينة ولا كانت لا 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 في قطع معينة في اللي بقليم وفي اللي بوتيلة هذا بقليم هذا بقليم وهذا بوتيلة يسمونه وفيه الكيمري وفيه بطيرة منو كانت اللي هي كانت أغنى يعني قطعة أو اللي هي يعني كانت تتعنولها عشان تحصلونها البريسم البريسم اللي كانت ما تتحصل هي ما تتحصل يعني اللي كانت تلبسها هاي الكشخة هاي الكشخة ولا حق مناسبات عرس ولا حق عروس ولا حق عيد يلبسون اللي بطيرة وبقليم أما لبس العادي بوتيلة الكيمري هذا اللي بسم يسمون شيء بعد ابو حراره الكندوره غير اللي التلي اللي تسوونه حق الكندوره غير هي الكندوره غير تليها ابيض والثاني اللي هو هو اللي صروال لا البادله في الاحمر وفي الاخضر وفي الابيض وين اجزاء في في اسامي حقهن يسمون القيطان الاطراف البيت البروي هذا مال البادلة مالت الصروال هل النكشة اللي موجودة عليها الحين هذه هل النكشة كلها لها مسمى واحد؟ هذا لا كل واحد مسمى غير هاي النكشة شو هي؟ هذا يسمونه البيت مثلثات يسوونه هي وهذه؟ وهذا الأطراف وهذا القيطان هذا القيطان هي وهذا البروي الحين كل ما ارتفعت كل ما كان الشغل عليها هي. أكثر هي أول ما يسوونها الكبار يسوونها صغار يعني على مدار الثلاث هذه هي ثلاث ولا بعد نص هذه نسويها الأول هل كانت اللي نصنع منها قلتي لي يا الكندورة ولا الصروال صحيح هي وفي هل في صناعات الحين طلعت حديثة حق كل ما حق الجيل الجديد هذا حق الجيل الجديد الحين طلع التلي لازم على لون الكندورة شو الألوانها سوينا على نفس اللون ولا قبل كان اللون, لا بس اللون واحد. التقليدي واحد بس اللي هو الفضي هو اللي فضي انزل. كان كانت حمراء ولا خضراء بس لون واحد أبيض أما البادلة لا يسوي لها الأحمر والأخضر والأسود هذه اللي كانت خاصة بالكنادير هذه لا حق السراويل انزل أي هذه شو اسمها الكجوجة هي. نعم والستاند اللي عليها اللي عليها هذا يسمونه حين الأول ما شاء عندهم يقولون حين فنخ البطيخة سموه هي. هذا اللي نخدمه هذا الاسم الحديث هي. أما الأول لا بس الأطراف أما عن حرفة التلي فهي جوهرة تراثية تتلألأ في سماء الفنون تحفظ ورث الأجيال بعناية وأصبحت تزين الملابس بأناقة تفوق الزمان والمكان فخيوط الحرير والخوصة المعدنية ترقص على أنغام التراث تجسد جمالاً لا يضاهي تلي البوادل أو تلي البتول هذه كانت إحدى الألقاب التي تطلق على التلي والتي تنبعث منها روح التراث القديم الذي نفخر به ونهتم به بعناية وقد جاء قرار إدراج حرفة التلي والسدو على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي كتتويج لروعة هذا الفن وعظمته وتفرد مكانته بين فنون العالم كلمة توجهينها حق الناس اللي يبون يتعلمون حرفة التلي والله أن هذا ماضينا ولازم يتعلمونه هذا بعدين بيندثر لازم يتعلم أن الجيل اللي حين جاي البنات تعلمنا احنا نعطي دورات نحن حق البادلة وحق التلي هو اي حد يقدر يتعلم ولا لازم الواحد يكون صبور ولا تكون مثلا تتحمل لانها احس الشغلة يبالها لا لا لازم تتحمل ولازم شيء انه تصبر انه لا تقول هذا صعب ما شيء صعب
أنا سمعت إن المتر الواحد كنتوا تستغرقون يمكن مال شهر تشتغلون عليه. هي نعم اللي حق البادلة هي. سمعنا قبل إن كان المتر الواحد يستغرق شهر على ما تستخدمونه أو يعني ما تصنعون منه. فهل هالشيء صحيح؟ صحيح. يعني كنت حق شنو بالضبط؟ اللي هي القطعة والكندورة ولا لا اللي حق السروال أنه ياخذ وقت يباله شهر شهر وزيادة اللي انت كملين البادلة كاملة. يعني إذا كانت الوحدة طالبة منك يعني بعد شهر يوصلها. ايه صحيح؟ صح. كلمة توجهيها لدولتنا اللي ما شاء الله تبارك الرحمن مش مقصرة في الحفاظ على الحرف. عمار شيوخنا والله يخليهم وفروا لنا كل شيء وهذا تراثنا نحبه وإن شاء الله يتعلمون الجيل اللي جاي إن شاء الله. وطالت عمر شيوخنا الله يعطيك العافيه ما قصرتي ووفروا لنا كل شيء وما قصروا علينا باي شيء الحمد لله والشكر. قالوا لنا ان حرفه التلي الحين حاليا دخلت عليها الديزاينات الجديده. اي نعم. فبعض التاجرات قاموا يطلعون منها اساور خواتم. اي نعم سويناها. وفي بعضهم قالوا لي على اطراف الشيله. اي صح. واطراف العبي. صح. انزين شو هي احنا طورناها الحين. الحين شو اغرب شيء سمعتي عن حرفه التلي؟ سمعنا ان سوينا الاساور. هي. وسوينا الختم بالتلي. سوينا كل شيء الخاتم والتلي والسواره. سوينا وحتى ميداليات سوينا بحرفة التلي. وايد الحين وهل الالوان وهل الالوان اللي تستخدمونها ديزاينات هل هي نفس الدرزه اذا كانت مثلا حق شيله حق عباه ولا لا هي نفسها الحرفه واحده؟ لا حرفه واحده بس انها الديزاين اللي يسوونه غير ولا الحرفة اللي هي تلي حرفة الديزاين التلي. قصدك من ناحية أشكال إذا كانت مربعة دوائر؟ لا هي أنك تشكلينها بروحك ولا حرفة التلي خدمة تلة وحدة. أمي عايشة كلمينا عن الصناعات الحديثة اللي دخلت على حرفة التلي. سمعنا أن في أشياء دخلت حديثا عليها غير الكنادير والصراويل. الحين دخلت حرفة التلي في الأساور وفي الخاتم هاي كلها من حرفة التلي والميداليات حق المفتاح و انزين هل في ديزاينات معينة يعني كانوا تشتغلون عليه ولا لا هي الحرفة وحدة؟ الحرفة لا وحدة مالت التلي يعني هي الدرزة مالها وحدة بس وحدة. انزين شو أغرب شيء سمعتي أو انطلب منك قالت يا أمي عايشة سوي لي مثلا شيء غريب استغربتي منه ولا لا ما قد انطلب منك؟ يطلبون حق الشيلة نسوي لهم نسوي تشكيلة غير اللون غير حق الشيلة حق العباية دخلوا حين حتى العباية سووا لهم حق الشيلة سووا لهم حتى كرمتوا حق النعال ركبوا على النعال على الشنط كل شيء انه يطلبون لنا شيء غير نسويه على الشنط تجيك الديزاينات بعد عليها ايه هل في قطعه معينه بعد خاصه بالشنط ولا لا ايه لا القطعه يسوون غير يسوونها اللي بطيره يركبون عليها حرفه التلي ايه وشيء بعد مال البادله بعد سووه حق العبايه. هل علمتي حد من عيالك؟ نعم علمت بنات ولدي تعلمان بنات بنتي تعلمون. شو الأشياء اللي لاحظتي عليهن وانتي تعلميهن؟ هم مستانسان علني أعلمهن. قامن يسوون من نفسهن؟ هي نعم. وانتي تطالعين؟ وانا طالع بس قالوا لي انتي تعلمينا بسرعة بسرعة قلت لهم لا أنا ما أعلمكم بسرعة بسرعة وهي مو لصغار وتعلموا ما شاء الله خدمة شكل خدمتي حتى الأجانب هنا يوني وأقول لهم بعلمكم يقولوا لي لا بس بنطالع يوم يطالعوني يتعلم أرواحهم خدمة ما شاء الله يعني سهلة ما يبالها واستانسوا
يعني تشوفي أكثرية اللي كانوا يتعلمونها هل هي مال الكنادير اللي هي القطن ولا اللي أكثر يتعلمونها مال الكنادير ومال الصراويل. الحين ندرب نحن الحرمات ندربهم على مال الصروال ما شاء الله تعلمون. يعني يتدربون حتى الثانيات. اي والله ندربهم. وهل حطوا قبال على الناس يجون عليكم يطلبون؟ نعم لا يطلبون وكل حد يقول. هل اكثريته من داخل ولا من برا؟ حد من برا وحد من داخل. الحرايم يقولون اللي ما عرفنا حن بنتعلمه ونعلمهم نعطي دورات. ما شاء الله تبارك الرحمن. وفي يعني اقبال خلال هذه اقبال الحمد لله الحمد لله. زين مؤخرا هل في يعني شيء ممكن يطور الحرفه اكثر ولا لا؟ خلاص لين الحين احنا قاعدين نواكب الزمن باللي موجود اللي موجود الحين وان شاء الله نطوره بعد اكثر ان شاء الله باذن الله. كلمه اخيره توجهيها حق المشاهدين واللي يتابعونا. نقول لهم اللي ما تعلم التلي ولا البادلة يتعلمها وهذا تراثنا وطال عمر شيوخنا ما قصروا كل شيء وفروا لنا وجزاهم الله خير. الحرمات اللي ياسات أول في البيوت الحين يلسن يشتغلان حطوا لهم أشغال الحمد لله وفروا لنا كل شيء. كانت الحرفة أصلا حرفة للحريم أصلا وكانوا اللي يشتغلون عليها أكثريتهم الحريم مش الريايل. إيه لا هاي الحرفة أنا حرفة حريم. إنزين وهل هاي الحرفة يوم بدوا يتعلمونها يعني اخترعت البنات وهن يالسات ولا لا هي كانت تقليد لناس برا؟ لا الحرفة كانت موجودة. هاي الحرفة كانت موجودة من زمان. من زمان. من وين تعلمتيها أمي عائشة؟ تعلمت عند يدتي وعند أمي وعند خواتي هم يسوون وأنا أشوفهم وقالوا له. وأنت علمتي منو؟ وأنا علمت بنات ولدي وبنات بنتي ونعلم الأجنبيين والبناتنا واللي يجون من المدارس بعد يحبون يقولون بنتعلم. الله يعطيك العافية وياك يا ربي. الله يعطيك العافية ما قصرتي. أظني حاليا وصلنا المعلومة للمشاهد عن حرفة التلي كيف تكون أجزائها وكيف يتم العمل فيها. أيضا تعلمنا أنواع التلي كما خبرتني أمي عايشة ما قصرت اليوم ويانا. فالله يعطيك العافية ما قصرتي. بيض الله وجهك. الله يقويك يا رب. عبق الماضي يعود ويرجع معه الذكريات لتروي قصصا تعبر عن تفاني الأجداد في الحفاظ على فنونهم التقليدية، فيعكس هذا الفن جهودهم في الحفاظ على التراث وتطويره ليظل إرثاً قيماً للأجيال القادمة. اللي ما له ماضي ما له حاضر كانت مقولة أبونا زايد طيب الله ثراه، وهذا إن دل على أن إحنا لازم نتمسك بتراثنا مهما كان. اليوم أتمنى أنكم استفدتوا معانا بالمواضيع اللي طرحناها. اتريونا بحلقة جديدة ومواضيع جديدة.